ازيك شباب؟ معاكم حلقه جديده مع اس تيوب جيم. عشان نلعب لعبه فورتنايت، والنهارده جايب ماب باركور على اللي انت تعدي طرق وحاجات صعبه جدا عشان لعيونك يا حبيبي. ها باركور على مين؟ تعالى ده احنا اللي مخترعينه. تعالى يلا بينا. لا يا حبيبي ما نشوفك اخويا. ها جايب له بقى شباب باركور ده. خد بالك انا برضو باخد حقي من جي تي ايه. خلاص يا حبيبي يا عم اوعى. بس ايه رايك في اللبس الجديد وطعمك؟ يلا انا خايف منك. يا فضائي يا فضائيين. تعالى بقى جهز لك انا الماب. بس بص المكان عجبني جدا والله شباب. اول ما ننزل دلوقتي هات لك هنا عربيه القوات الشرطه، قوات الخاصه سوات، وهات لك خلفيه خضراء عشان تاخد صوره. تعالى يا عم. والله بص انا حاسس المكان جديد وكل حاجه عجيبه، بس انا الان مش عارف ليه. من ايه؟ من الباركور؟ منك انت يا سوسه. تعالى هنا. صبرك عليا. بص ما اقولكش ينفع كروشك بالتيم اللي انت بقى. ايه بص النوتي ناوي تعمل حاجه؟ انا عارفك. انا هعمل حاجات. تعالى يا اخويا يلا. سامع صوت التربات؟ قلق كل حاجه. قلق مرقعه. المكان دلوقتي بقى مظلم يا حبيبي. يلا طب ولع لنا اي حاجه. هو انا شايف حاجه؟ اسف. 3 2 1. تعال. ايه يا عم ده انت جايبني في عالم ماينكرافت؟ اوعى من هنا. بص يا نوتي ده عالم ماينكرافت. طب بص إيه؟ قبل ما نبتدي سامع صوت التربات؟ انا بصراحه دي اللي مقلقان. ما انا بص انا خايف احط رجلي على يمين ولا شمال يحصل لي اي حاجه. انا اقف جنبك. طب طالما انت خايف وانا مش عايز اروح الاول، تعالى نلعب الحجر مقص. يلا ماشي. ممكن 1 2 3 نبتدي. 1 2 3 1 2 3. ايه ده احنا الاثنين حجر؟ يلا 1 2 3. يا نوتي لا ورا الهبل ده. استنى يا 1 2 3. مص ايه النحس ده؟ هو مش حد هيمشي النهارده. يلا 1 2 3 كسبتك. لا انا اللي حافظ. حرام عليك كسبتك. روح انت الاول. بس ولا يهمني. خلينا نطلع بس اخد الكوين اللي فوق دي من اولها. الكوين صعبه. استنى يا عم. صعب عليك يا نوتي والله يا شباب. بصوا بس انت لو جبتها هتبقى محترف. لو بقى ثانك يو. بقول لك شكرا ليك يا ابو الاسايس. تمام دلوقتي شباب هنبتدي من ليفل 1. بقول لك شكرا ليك. ايوه انا هروح هنا عندنا الكلاسيك والنيونو الاندر هوتر. هنروح فين؟ تعالى كلاسيك. انا كده اللي بيقول لي ثانك يو برضه يا ابو الاسايس. انا هروح الكلاسيك. انت ايه اللي جابك وراك يا نوتي؟ مش هسيبك. لا خدت اول تشيك بوينت. والله على طول اخدك على حامي. في تراب يا خرابي. لا تراب ايه ده؟ في ترابات. طيب يا عم في كوينات هنا. خلينا ناخد الكوين كويس. يلا شباب بقى تشجيعكم لابو الاسايس. خلينا نوصل الفيديو ده 40,000 لايك شباب، و دعواتكم بقى عشان نحاول نفوز. ما تعديش. انت قلت لي انت انا الاول صح؟ انت عارف دي ايه؟ انا هقف اتفرج عليك واشجعك. بس انت عارف دي ايه؟ فاكر بتاعت الضفدعه؟ ايوه انا عارف. هنجمع بس الكوينات. بص هو اعطيني شلدات عشان ايه ده؟ ما ينفعش تاخدها من العطار اللي بيستهبل ده ولا ايه؟ يلا يا رب يا رب يا رب نعدي شباب ونغزي الولد ده. ماشي انا عديت الجزء الاولاني. يلا يا حبيبي الدور عليه. انا ماشي وراك. ايه ده؟ يا شايف يا رب ما يحصل لي حاجه. لا 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 هم حاطين العربيه دي بيستهبلوا دول ولا ايه؟ لا ومجمد لك الكاوتش. استنى استنى. ايوه الحمد لله. انت عرفت تعدي؟ ايوه يا بطل. ايه ده؟ عديت الباركور؟ ما تقدرش صح؟ مش هروح لوحدي. انا هستناك يا نوتي. هتشوفني اروح منين صح؟ غشاش. ولا تعال هنا حجره ومقص. يلا يلا. لا ما تعملش فيك. يلا طب ماشي خلاص. يلا 1 2 مقص. والله محظوظ. ايه الحظ ده؟ هو كده بقى لازم انت تفتح. ايوه تضحي بيا يا نوتي. يا نوتي والله بيعملها حلو. انت هتضر عليا. ما تسيبني بقى. ارجع تاني. السلام. صعبة مش عارف يعديها دي ان شاء الله. احسن فنش كلها ميه. والله في حاجات من تحت. معلش استحمل يا زيكا. بس انا هطلع انا من هنا. ده انت عايز نطلع؟ والله بيستهبل. استنى يا عم دي هجيبها ازاي بقى؟ المكان السخن هنا من ودنها. ما تهزرش يا عم. المكان هنا مقفول. انا هعدي ازاي؟ قول لي خطه صعبه. خطة مين يا عم؟ ابعد بعيد عني وسيبني في حالي. طب بص هو طالما حارة الصخور دي هنا حلو، يبقى احنا هنعدي كده يا شباب. هنقف على استنى. تعالى اركب. خد لك فسحة يا عم. يلا خدني وراك. استنى يا نوتي ركبني.
والله يا حبيبي اقلب والله مش عارف اعديه يا عم. اي تاخدوا الكوينات تاخدوا الكوينات مني ما في كوين ليك وكوين ليا يا نوتي. اي خدمه بس بيقول لك بص العربيه حطمها قلت لك مش محطوطه شويه اللي جاي بص ما اقولكش ركز شويه تركيز ماشي هتجيبها انت خدت الاثنين اوعى لي ما فيش ولا واحده هقع تاني. والله ما عديت طياره هوا انا وقفت والله جت معايا بالسلطه بيجروا كلهم بسرعه اهرب. لا وانا عديت اوه لا اللافا دي مش عارف اعديها يلا اوي اقف هنا. ايوه خليهم يعدوا شباب والله صعب يا شباب يا جدع انت عدى الحته دي في حته اللافا دي مش هتعرف تعديها وبيجروا هوا هتعمل اوه ايوه وريني اه انت لسه مستني يا لهوي على الاحتراق والله يا ابني العربيه كانت معديه نطيت عليها طيرتني طير والله دي صعبه قوي انت اللي جايبنا هنا يا شويه تركيز هننط هنا الاول كويس بعد كده هننط هنا لا ما تقوليش بعيده يا بطل الله على الاحتراق والله يا بطل اجيبها لا لازم نغيظه لازم نغيظه وديله ايوه كسبنا الراوند الاولاني اه طبعا لازم ارقص وغيظك يا نوتي بس كده مش هنرقص كتير يا شباب في كوينه هنا استنى احاول بعيده مش على ابو لسيس يا معلم اتحرك وتعالى يا نوتي يا نوتي يعني عدي بقى دول صراحه في النينجا ايه ده بس المسافات كبيره صح يلا 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 الله تشجعكم يا شباب ايه ده لسه عايش نزلت سليم يا جدع اوعى تقول لي عيد من اول العربيات تاني لا من اول العربيات غلطة من عليها لا ما تندمش انت بطل حاول عافر يعني انت اللي عديت يا حبيبي عمال تشجعني وانت لسه قاعد في مكانك ها وراك طب وبعدين هنعمل كده كويس والله نطيت يا عم والله نطيت ما نط عمل كده جاله تشنجات في رجله ولا انت تستقبل نطيت ما نط يا حلولي بقول لك العربيات اللي بتجري نط جنب هيظبطوك على طول بص اشتغلني والله لسه حفرت يا اخي يا عم انا حفرت انت تستقبل بقول لك نط جنب انا بساعدك بالعكس لا 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 بص قاعد مستني ما فيناش من غش بس دي سهله بقى بالنسبه لي اللفه دي لعبه عيال نقف هنا لا صعبه والله جدا انا مش عارف تتعدى ازاي ايوه قعدت تقر عليا وقعت اهو يا اخويا انا تقريبا عرفت السر في مكان تحت هنا شباب شفته وانا بقى اوه انت لسه بالاوه لا 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 روح فين لا لا والترابايه اوه قول يا نوتي ترابايه بيقول لك في ضوء هيطلع في وشك يا عم وخضتني يا عم فكرت في حاجه والله قلقني انا خدت التشيك بوينت بص اللي هي بتاعت المايه دي هتلاقيها سهله ماشي ما تكملش للاخر هتلاقي في حفره تحت الارض هتنزل هتوديك للمستوى التالت انا خش بخشك صعب خليك انت قاعد يا حبيبي احنا عايزين نفوز يا خرابي هتوصل قبل يا نوتي انا وصلت من زمان لا ما تقوليش هات عربيه ثلج وتعالى اجري بيا خد يا نوتي سيبها عشان دي صعبه سيبني ولا سيبني انا بلاسيس محتار دلوقتي استنى استنى دلوقتي دي مفيش اي حاجه هنا شباب احنا لازم ننط الجزئيه دي ماشي وبعد كده نعدي الحته دي وبعد كده المشكله الارضيه نفسها مش باينه طب استنى انا لو جريت كده والله مجرد بلبس الارض على طول ما عندكش حل يا نوتي انت فاكر نفسك بتفرش السيراميك تعالى هنا ماشي ماشي هتشوف مين هيفرش دلوقتي ايوه يا خرابي لا يا عم ده هيرجعني تاني شكرا انا مش هرجع تاني يا عم ما صدقت اخلع ما تيجي اجي في... لا 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 شكرا تعالى بس خليك انت قاعد هناك يا عم اقعد لف انت عقبال انا ما اشوف لي حل طب احنا ماشيين من القرف اوه الله عليك فكيت الشفره يا معلم يس والله ايه ده وبعدين والله مقفول هنا خالص في باب صغير هنا شوف هيت لك جدار عشان ما تاخدش بالك منه بس على مين يا معلم خدنا جت منين دي يا جدع والله اتخضيت يا عم واو ده في الحيطه المجنونه هنا يا عم شغاله بص البوابه هنا يمين وشمال انا يمين وشمال استنى نط هنا جنب حلو
طب هي جت معايا ازاي؟ يبقى في بلوك انا دست عليها كانت الاول صح وبعد كده اتحركت ولا ايه؟ ما تجيش مرة واحدة ايه؟ لا انا عملت حركة والله ظبطت معايا جامد بس عايز اظبط عليها اظبطها تاني. يا رب يا عم اقول لك امشي سوسة، عارف مشيت سوسة؟ اه سوسة رخور في ودنك. واحدة واحدة ماشي يا عم. اه بص في مكان ومكان نقف هنا حلو نستنى. اه لسه بقول نستنى. طب الدب فين؟ دي بقى اللي هتجنني والله. استنيت واحدة يا عم. تعالى اوريلك حاجة تحفة كمان. انت عارف العربية؟ ام تلج خدتها منهم وسوقتها. يا رايق. انا عديت اول مره الثانيه وعدي بيها اللافا. طب حلو. انت على فكره ممكن تنط عليها جام. استنى بس هنعدي الاول. اه يا شباب ده كمان في واحده من النص بتعدي. يا على الاستهبال. نستنى دي الاول. ماشي في اتنين عدوا هنا وبعد كده في واحده هتعدي من النص. كويس. يلا 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 بقى خلصت انت كمان. اجري بسرعه اجري يا ابو لسيس اجري بسرعه. فين الباب؟ حرام عليك يا جدع. خش. لا حاجة تانية حاجة تانية. لا والله تحدي صعب يا عم مجنون. ايوه عايز بس اخد اصعب تحدي في الوجود. تطلع من حيطة تلاقي حيطة. يا سلام حيطة ابني يا حيطة. عارف بقى الحيطة اللي هي والتانية طيارة. طب دي عايزين بقى ايه؟ يبقى في حتتين بيمشوا بالراحة وفي حتة سريعة. حيطة سريعة. الله عليك خدت الكوينين اللي بعده والله عديتها. يا سلام. لا 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 على اخر حته على الغلاسه. تصدق ان انت عامل قلق وعامل لي دوشه وجع لي دماغي والله. والله يا عم الازعاج ده انت بتكسر ايه يا خراب؟ ثانيه كنت كل العربيات كسرتهم والله. تجري بسرعه الحته دي. ايه يا عم ده حته بطيئه وحته سريعه. ايه الاستهبال ده؟ تفكير 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 ايه؟ خلاص انا مخي وقف. اعمل له ريستارت بقى يا معلم. عارف انا هعمل ايه؟ هعمل كوبري عربيات. محتاج ويندوز مخ. ايوه فيرجن. استنى بس انا عندي الحته دي. بصوا يا جدعان كل ما عندي حته. يلا 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 يلا. فين البواب؟ فين الباب؟ فين الباب؟ حلو. هو بص الباب الشقي يا شقي مستخبي ازاي؟ ايوه بعد كده نجيب ده. دي سهله بس الباب بس اللي بيجري بسرعه. لا 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 ايوه الله. ايوه ايوه اخيرا. اوعى تقول هنا في حاجه ثانيه. في حيطان ثانيه. انا مش شايف يا جدعان. انا هكمل وربنا يستر والله. أيوة عامل فرح. ما انا كملت. ايه ده؟ اوه ده كان في حاجه ثانيه والله. كنت هتفنش بسببك. كنت تكمل. فين بقى الباب اللي هنا؟ كنت هتكسب. طب انا عديت بس ما فيش اي باب. حاجه غريبه كله هنا مظلم يا عم. انت لسه برضه انت عامل الدوشه دي. اوه بص كسرت كل العربيات. شاطر برافو عليك. هجيب لك جيف اوي يا عم. انت لسه بتعافر يا نوتي. ده انا بص استنى استنى لقيت اخر حيطه والله لسه يا عم. بس تقريبا الاداه بتاعتي عدت. مش عارف انا ماشي صح. يا باب. ما هو بص واكيد الباب معمول هنا صغير. استنى استنى همشي كده قدام. حلو بص هنا ممكن يكون في نفس الطريق بتاع الباب ده. عشان كده بيقول لك شفتها في باب هنا صغير والله شقي ومش باين خالص. هتقول لك في مكان استراتيجي. استنى اشوف بس الاول راح فين. سخنن قد بقك السخنن ده. ما تتريقش عليا عشان بص والله ما هسيبك. تقريبا دخلت والله. لازم تبص على الاضاءة. اخيرا وصلت. مبروك مبروك. بس في كميه سمك مش عارف ما خدتش لغايه دلوقتي تشيك بوينت. ربنا يستر. انا ماشي في حته كلها بحر من شمال. ناخد الكوينات تمام. الوضع ما يطمنش. ماشي نكمل. وصلنا المستوى الرابع. يا سلام والله يا وصلت يا عم. يا روتي وصل وتعبني. لا ما انا لسه هستنى يا عم. استنى انت عارف انا عديت الحته بتاعت اللافا دي. عملت أيوة. حركه حلوه. عملت ايه؟ عملت جسر عربيات تحت فبقيت امشي عليه عادي. يعني بتغش. ما يتحسبش حبيبي. بفكر بفكر بشغل جمجمه. مش انت قلت لي شغل ولا سه؟ شغاله بس مش كده. عديتها. طب ما هو شايف في سمك وفي عربيات. يلا يلا بسرعه. ترابات ترابات في كل مكان والله يا عم. انا هغنينا اغنيه الترابات. بص نقف هنا كويس. ايه؟ لا دي صعبه دي صعبه. عايزينها قاعده دي. في
في واحده بقى اللي هي لازم تلعبها باركور غصب عنك، يعني ايه مش محتاجه ان انت تقع هنا عشان الترابات هتظبطك، فلازم نكون مركزين. ايه ده؟ بس عايز اعرف ايه يا شباب؟ قولوا عربيات. عملت عربيتها؟ لا لا، دي عربيات تانية شكلها ملجلجة. ايه؟ يلا ابو لجليج. ايوه. لا 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 ترابة. جت معايا سلطة وعدتها والله. والله محظوظ. طب التانيين بقى؟ ها 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 او اي ها. استنى استنى. ارجع ورا. خلاص كده. انا خلاص احترمت فورتنايت بسبب الباركور الصعب ده. والله ما مصدق نفسي يا عم، مش مصدق انا وصلت الجزئيه دي كلها. اخيرا. يلا يلا البس في كل الترابات اللي موجوده في الميه. والله ده بيستهبل. تراب قصدي تراب ايه؟ باركور صعب. انت عايزني انط على البلوكه دي؟ تستهبل. يا بطل الله على الاحتراف. ناقصني اخر واحده يا رب. ايوه. ايه رايكم بقى يا شباب؟ لايكاتكم بقى. والله يا ابني بص والله. والله عايز اقول لك انه صعب جدا، انا مش عارف انت بتعديه ازاي. اسكت بقى عشان انا شكلي كده هخسر. ايه ده؟ انا اكمل وبعدين خلاص؟ وهيكون في تراب هنا. والله اتخضيت. لا يا عم تراب. لا في جنب باد يا عم والله. استنى يا عم، ما تاخدش على خاطري. بقول لك ستوب ستوب. مين؟ ها ده انا هكمل. يلا بسرعه بسرعه بسرعه. انا شايفك من هنا. شايفني؟ انا وراك. شايفني وانا مش شايفك. انت لسه خلاص. انا بفهمك يا حبيبي. ناخد الكينات نقول لك حلو. الحمد لله يا سلام. اخدت كمان تشيك بوينت للمستوى الخامس. هي تشوف دي شكلها سهله. ماشي هنخلي بالنا من العربيات بس كده ايزي. نط هنا. يلا يلا ادينا سبيد. ده بيبطلني حاجه. ايزي خد بالك. ايوه لسه كنت هقول لك. انا بقول لك ايزي. طب يا عم العربيه جايه اجي نطت كده بس. لا ما انت هتبقى بطيء خد بالك يا عم. اهي ايزي اهي. شوف تاني مره. يلا التالته. التالته بقى بتدل على الاحتراف. او المنوف. يعني لا 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 والله مش عارف ازاي. لا 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 عيب عيب يا ترابات والله عيب. ما ينفعش تتحشر هنا كده. ركز هتقدر تجيبها. ركز. ايوه انقذني. خلاص اتفنشت يا عم. ترابات شالوني. التالتة ما جاتش. لازم نستخبى. انت عندك حق. انا تسرعت. ما تتسرعش. انت عارف انا ماشي على الميه. والله بنط جوه الميه ما بيحصلليش حاجه. بس مش عارف اطلع. طب حاول تعوم يا عم. لا ما ينفعش تعوم في الميه. الميه بتنزلك كلك. بص انا ماشي بالراحه على الاقل من مهلي. مش مستعجل ومش متسربع زي واحد صاحبنا. استخبى هنا؟ انا متسربع. ايوه على طول مستعجل يا عم. عايز تكسب بسرعه بسرعه. يلا يلا. انا كسبت. مش عارف اكسب. طب وبعدين هنفضل بقى ماشيين كده كتير؟ يا سلام المستوى السادس. اتفرج وتعلم يا معلم. يا نوتي والله بص انا لسه في المستوى التاني. والله ما حد نوتي غيرك. ليه ده خدت تشيك بوينت كويس؟ عربيات وبلوكات. احنا نعدي؟ ايوه. الله على الاحتراف من اول مره. والله من اول مره. سلام. برافو عليك والله. عايز اقول لك انها صعبه جدا بجد. لا 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 اللي جاي اصعب يا حبيبي. ده انت كده لعبه عيال. لا عيال. مش اي حد يلعبها والله صعبه جدا. انا مش عارف انت ذكي فيها ازاي. طب انا هجيبك دلوقتي يا ابني. انه الاحتراف ذكاء. ايه مش محتاجه ذكاء. هنا مخك يقف بس. الاحتراف يشتغل. يلا بس صح والله بتشغل الاثنين مخ واحتراف. مخ وعضلات. ايوه لسه لازم تشتغل. ما انتش موقفه ومصديه بقى. بص انا عندي زيت ازيتها لك تبقى 100 100. اشتغل 10 على 10. الولاس هنا كنا يعني. ده انا بص مش هسيبك والله ما هسيبك. تعالى استنى ما تيجي جديده بس. ايوه. خسرنا الاعصاب. دي ده دي ده لو جت هنا اول حاجه هتعملها هتفنشك انت. لا 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 والله وقعت غدر بيا. تصدق زي كان البلوكيه اختفت. انا تقريبا وصلت لمرحله التنين. فتح لي بقه مستنيني. ايه ايوه عشان ياكلني. وانا تقريبا وصلت لمرحله المجانين. خلاص ما بقتش عارف اعمل ايه. حلو مرحله كرنات. ايوه ناخد الكوينايه وبعدين وصلت عند والله عند بقه. ايوه وبعدين عايزين نشوف بقى فين مدخل الباب.
لان هو السوسه كمان مش قال لي اي حاجه. استنى استنى لازم ادور على الطريق. يا خرابه يا زغنونه. اوه دخلت جوه بق التنين ده. في فتحه في فتحه في زوره. اه والله دخلت في زوره. الله ده عنده لعب واكل سمك النوتي واكل حاجات هنا كتير. خلينا نكمل. اوه يا شباب مكان جديد اخيرا. اديني يا عم زبيد شويه زبيد. ايوه يا عم انا لسه هاخد ده كله ده وانا ماشي بالراحه. سريع سريع. والله دخلت في مرحله تانية يا معلم. شكلي اخش على المستوى السابع. بس هنا في لا حرام عليكم. لا لا الحيطان اتنين ازاي؟ بس يا رب اكون اخدت سيجوين. لو رجعنا من اول التنين هزعل قوي. من المسافه ايوه كده هتستهبل. من ديل التنين. من ديله ماشي. من ودنه ماشي. هقول لك حاجه، انت مش واخد بالك ان في الصوت قل شويه؟ اه. دمرت اغلب العربيات. فاضل لي عربيه. لا بس انا هنا عندي عربيات كتير. تعالى دمرهم هنا. ماشي هيك. انا ايه دلوقتي مشغل التركيز. اعلى تركيز. كويس عدينا من دي كمان. يلا اللي بعده. حلو والله. انا بص انا لا الواحد عايز يخلي اربع عيون عشان يركز في الماب دي. والله صعبه يا عم. استنى بس مش علينا. يلا يلا. اه اوه عشان كنت لسه متراسبن. بس ده ما يمنعش ان احنا نتفنش. اوه وصلت بالعافيه. وفي اسوأ باركور اشوفه في حياتي. والله بص يا نوتي انت اللي نوتي يا عم. الحقنا انا ورا. ايه ده مين ده كمان؟ طيارات ايه يا عم؟ يعني باركور والله بيستقبل. هطلع كل ده عشان اوصل. لا استنى بقى خد تعالى هنا دلوقتي في طياره. حلو وبعدين يعني هكمل انا لحد هناك. بيستهبل صح؟ هات له الطياره ماليش دعوه. وعيد كل ده تاني؟ صعبه جدا. اه الطياره كانت معديه من قدامي دلوقتي. لا لا كمل كمل انا مش شايف اي حاجه بس مكمل. والله صعبه يا عم. يا عم انا اتخضيت يا عم. حرام عليك. حرام عليك. حرام يا سيبني يا جدع اصوت براحتي بقى. انا وصلت بطلوع الروح. يلا كمل كمل. مبروك جبنا ثلاجه يا عم. بس انا بسرعه 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 بسرعه. اوه والله جبتها يا عم. في فراخ هنا بالهب. ماين كرافت. عالم ماين كرافت. والله عذبوني يا جدع. ايه ده؟ انت لسه؟ ربنا معاك. انا خلصت كل العربيات اللي في الماب. انا ختمت يا معلم خلاص. مبروك عليك. وبيفرجنا كمان العربيات والحاجه بتتعامل ازاي. انا قاعد بستكشف دلوقتي. انا بعت لك العربيات يا حبيبي. طب ما تبعت لي عربيات تاني يا بوظه. لا هما بيحتفلوا بيا هنا مش فاضيين لو سمحت. وانا مش فاضي. بس يا جدعان والله الحته الاخيره دي انا ما كنتش متوقع ان انا اعديها. بس الحمد لله. يا بلاسيس ركز على طول جابها. استنى استكشف ايه ده كمان. في حاجه هنا خلفيه خضراء. اوعى تقول لي في الخلفيه الخضراء كمان هو ده اطول حركات. يا سلام نديها رقصه بقى. دي ايوه الرقصه انا بتغيظ يا ايسي. لا المكان هنا جامد قوي. خلينا نشوف طيب في ايه تاني عندنا. احنا كده جبنا كل حاجه. عندنا دي زي بوابه. والله شكلها عارف لو دخلت هنا واتفنشت بوابه فضائيه. اوه تشيستات. ايه ده؟ تليبورتات وحركات. يا سلام. حيل يلا. يا سلام انا من فوق. قول لي احداثياتك. انا شفتك. تعالى بص عليا. ايوه شفتني؟ تعالى لي تعالى لي افرجك على حاجه. من صغير بقول لك ايه انا ايه ده؟ انا اللي جابني هنا؟ اه ما ينفعش انزل. انا كنت جاي اساعدك بس حظك بقى اسوء حظ في العالم. لا تعالى اوري لك. بص من فوق. إيه؟ لا بص فوق خالص هتشوفني. شايفني؟ شايفك يا نوتي. ايوه تعالى بص عليا. بص انا بعمل ايه. جبت العربيات كلها هنا. والله انت غشاش. ايوه ورطت من هنا واجي هنا. يا غشاش يا نوتي. طب بص يا تاني. فين؟ عايز اوريك حاجه. بص ايه هنا. اللي انت بتعمله ده غاز منك. ها بغيظك. تعالوا شوفوا انا هقف لحد هنا. فلو عجبك الفيديو ما تنساش بقى باللايك والتعليق. ممكن تشترك معايا في قناه لسه كولاد معانا. انت بترقص ليه يا حبيبي؟ ها؟ انا فرحان. مش انت كسبت يبقى انا كسبت. والله انت بتستهبل. فرحان عشان انت خسرت. خد واحده كده طيب. تنزل لك يلا. وشك وحش يا عم. انا هكمل انا مع نفسي بقى. واشوفكم وانا جاي فيديو جديد مع اي سي تيوب جيمنج. يلا سلام.